أخي الحبيب، هل صار لك مرة دعيت دعوة وما سجبت لك؟ دعيت الله تعالى مثلا برزق أو مال أو عمل أو ولد أو تفريج هم وما سجب لك هذا الدعاء؟ سؤال، إن كان الجواب نعم فهذا المقطع يهمك. طبعا استجابة الدعاء الكلام فيه طويل والعلماء تكلموا كثيرا، لكن أنا في هذا المقطع بتكلم عن نقطة واحدة، مراعاة الزمان والمكان والحال وقت الدعاء. المكان كأن تدعو الله تعالى في مكان فاضل مطهر مثل المساجد مثل الحرمين الشريفين، والزمان أن تدعو الله تعالى في الزمان الفاضل مثل في يوم عرفة مثل رمضان مثل الثلث الأخير من الليل مثل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. الحال مثل أن تدعو الله تعالى في السجود، تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت صائم، تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت حال السفر. فمراعاة الحال والزمان والمكان له أثر كبير كبير جدا في استجابة الدعاء. وخذوا تجربتي، واللي يبغي تفاصيل الزمان والمكان والأحوال الفاضلة يجد تفاصيلها موجودة في الإنترنت، لكن أنا بنقل لكم تجربتي في مكان وفي حال فاضل جدا وجدت الخير فيه عظيما، وأنا حبيت اليوم تشاركوني في هذا الخير. خذوا هذه الهدية، الدعاء حال العمرة في المسجد الحرام وقت الطواف. يا الله، أكاد أعدد الأدعية التي دعوت الله تعالى في هذا الحال وفي هذا المكان، مو الله تعالى استجابها لي، بل أعطاني الله تعالى خيرا منها، شيء عجيب. للأسف الكثير لا ينتبه لهذا المكان وهذا الحال فيفوتون خيرا عظيما، وأعتقد هناك سببين لضياع هذا الخير. السبب الأول أنهم يصلون للعمرة متعبين فيطوفون وهم في حالة من التعب والإجهاد فلا ينتبهون. والسبب الثاني أنه لما يوصل العمرة متعب ويطوف فما يكون عنده ذاك الخشوع وذاك الخضوع، يكون هم شنو بس يخلص الطواف فيفوت عليه خير عظيم. حرام، أنا لما أعتمر أول شيء أسوي أروح السكن وأنام، بعدها أقوم وأنا مرتاح، أطوف في سكينة وطمأنينة، أطوف وأنا في راحة من بدني، أطوف وأنا محضر أدعيتي، أطوف وأنا متنذذ بمناجاة ربي. الطواف زمن لتحقيق الأمنيات. أيها الأحبة، الله تعالى قريب، الله تعالى رحيم بعباده، يفرح إذا دعاه العبد، بس خل ندعو الله تعالى بخشوع وخضوع وحضور قلب، ندعو الله تعالى كدعاء المضطر إذا دعاه، وبعدها شوف اليسر وشوف الفرج. أسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءكم.